لنبدأ معك بآخر التطورات وآخر الاستهدافات التي قام بها الاحتلال في رفح وتحديدا مخيم الشابورة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أقل من ساعة من الآن قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة الشابورة، لا سيما في استهداف منزل به عدد من النازحين. هذا الاستهداف أدى حتى اللحظة إلى استشهاد 20 مواطنا ونازحا، إضافة إلى إصابة العشرات. ولا زالت الطواقم المختصة في الدفاع المدني وسيارات الإسعاف تقوم بعملية انتشال لجثامين الشهداء أو الجرحى الذين لا زالوا تحت الأنقاض، وبالتالي العدد مرشح للزيادة. إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف مركز لأكثر من منطقة منذ صباح هذا اليوم. حتى اللحظة رصدنا أكثر من 120 شهيدا قبل مجزرة مدينة رفح، وبالتالي العدد سيكون كبيرا هذه الليلة، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يقوم باستهداف مركز لمناطق مختلفة من القطاع، لا سيما في شمال قطاع غزة وكذلك وسطه ومنطقة خان يونس أيضا. وبالتالي الحصيلة ستكون متزايدة إذا تكشفت الساعات القادمة. إذا ما سألتك دكتور عما يجري في مخيم البريج، مراسلنا تحدث قبل قليل عن مناشدات من البلوك 10 لمصابين ينزفون هناك ويقدمون مناشدات من أجل إخراجهم، إضافة إلى مدرسة هناك أيضا فيها ما يقارب 150 من النازحين هم محاصرون ويقدمون مناشداتهم للصليب الأحمر من أجل إخراجهم. هل يمكن أن تتبلور مساعي في هذا السياق؟ من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي أمام صمت المجتمع الدولي لكل المجازر والجرائم التي يرتكبها وارتكبها في شمال قطاع غزة. الآن بدأ يقوم بهذه الجرائم أيضا في إبحاق المواطنين والنازحين في وسط مدينة غزة، وكذلك أيضا في منطقة شرق خان يونس. هذه الجرائم المستمرة نتيجة صمت المجتمع الدولي. للأسف كل هذه النداءات للأسف لا تلقى أسماعا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأن الصليب الأحمر تحدث منذ بداية هذا العدوان بأن الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل أوجه التنسيق للمهام الإنسانية، وبالتالي كل هذه النداءات للأسف ليس لها محل عند المؤسسات الدولية، وستبقى تنزف حتى تفارق الموت كما حدث في كافة المناطق التي قام الاحتلال بارتكاب جرائم فيها وترك المواطنين ينزفون حتى الموت في تلك الأماكن. نحن لا زلنا نكرر بأن هذه المؤسسات للأسف لا تقوم بدورها المنوط بها بالشكل الذي يرقى إلى المهام الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويجب على هذه المؤسسات أن تجد لها آليات ضامنة تقوم من خلالها بمهامها الإنسانية دون ارتهان للقرارات الإسرائيلية.